طيب عندي بعد كده يجي يقول لك الترقيم الحديث لمجموعة الهالوجينات. انت عارف طبعا مجموعة الهالوجينات دي لا في الذات رقمها كام، رقمها 7A، ده الترقيم التقليدي. الترقيم الحديث ل7A كام؟ 17. يبقى اذا 18 17 2 1 يبقى 17. عندي بعد كده رقم 14، يعتبر عنصر الكلور من الهالوجينات ولا الاقلاء ولا العناصر الانتقالية ولا الفلزات؟ انت عندك الكلور ده عنصر هالوجيني، ليه؟ لان انت عندك عناصر الهالوجينات، قلنا احفظ المجموعة دي، انت عندك الفلور والكلور والبروم واليود والاستاتين، يبقى اذا الكلور ده من ضمن الهالوجينات. طيب عندي بعد كده رقم 15، يجي يقول لك تكافؤ اليود نقط. طب اللي هو اليود ده من ضمن عناصر ايه؟ مش من ضمن الهالوجينات. ما احنا لسه قايلين مش الهالوجينات، عندك عناصرها الفلور الكلور البروم اليود، يبقى اليود انا لسه جايب سيرته في الهالوجينات. وكل عناصر مجموعة الهالوجينات قلنا ايه؟ احادية التكافؤ، يبقى اذا ثلاثي ثنائي احادي هيبقى احادي. طيب عندي بعد كده رقم 16، يجي يقول لك العنصر ام في المعادله المقابله يعبر عن ايه؟ ام ده بيعبر عن ايه؟ هو ام ده في المعادله اكتسب الكترون، الاي دي يعني الكترون سالب، فلما اكتسب الكترون اتحول لايون سالب، اتحول لايون ايه؟ سالب. يبقى معنى كده ان ام ده اصلا فلز ولا لا فلز؟ يبقى معنى ان هو لا فلز، طالما اكتسب وتحول لايون سالب يبقى لا فلز. يبقى اذا هنا ده فلز مرفوض، شبه فلز مرفوض، هالوجين ايوه هو هالوجين، لان الهالوجينات ما هي نفسها لا فلزات، يبقى لا فلزات هي الهالوجينات، فيبقى صح هالوجين. عنصر انتقالي؟ لا مش عنصر انتقالي، يبقى اذا الاجابه هتبقى هالوجين اللي هي لا فلز. طيب رقم 17، يتفاعل فلز المغنيسيوم ام جي 12 مع لا فلز الكلور سي ال 17 لتكون مركب كلوريد المغنيسيوم. أي من العبارات الآتية تعبر عما يحدث للذرات أثناء التفاعل بينهم، أثناء التفاعل إيه بينهم؟ طيب إيه اللي هيحصل للذرات دي لما يجي يتفاعلوا؟ طبعا المغنيسيوم ده فلز، يعني بيفقد إلكترونات، هيفقد الاتنين إلكترون اللي عنده في الآخر لما تيجي توزع المغنيسيوم. يعني بص كده معايا بالراحة، لما نيجي نوزع ذرة المغنيسيوم دي يا مستر، ذرة المغنيسيوم اهي ام جي 12، اجي اوزعها المستوى كي بياخد كام؟ المستوى كي بياخد 2. طبعا اللي ما بيعرفش يوزع، في حلقة على القناة تعلم التوزيع الالكتروني في 9 دقايق، ان شاء الله هتخرج بعدها تعرف توزع اي ذرة. راجع، لا راجع وتابع الفيديوهات اللي على القناة، القناة عليها فيديوهات كتير حلوة وهتفيدك كتير، ما تكسلش تتابع، ابحث عن الفيديوهات القديمة. وكده كده ما فيش حاجة قديمة، المنهج اصلا ما اتغيرش، معنى ان المنهج ما اتغيرش يعني كل حاجة احنا حلينها قبل كده وتدريبات كتير حلينها قبل كده. تابع وحل كتير وتابع معانا، هتلاقي نفسك ان شاء الله هتقفل في العلوم. فما تقولش لا الفيديو ده مرفوع من سنه او الفيديو ده مرفوع من 6 شهور يبقى مش هتابعه، لا يا حبيبي المنهج ما اتغيرش اصلا، المنهج لو اتغير انا هرفع لك المناهج الجديده لو اتغير فيها حاجه، لكن المنهج طول ما هو زي ما هو خلاص، يعني نقعد نجيب جديد، مش هنقعد نعيد اللي احنا نقوله تاني ونزيده. فانت ارجع للقديم اللي موجود على القناه، هتلاقي حاجات كتير وفيديوهات كتير هتفيدك ان شاء الله. يلا كده يبقى هنا نوزع كده، يبقى المستوى كي 2، المستوى ال ب 8، 2 و8 10 شيلهم من ال 12 اتفضل لي 2، يبقى المستوى ام هياخد الاثنين. طب انت يا عم اخرك 2، يبقى انت نوعك ايه؟ انت نوعك فلز، يبقى انت هتفقد الاثنين دول، هتفقد الايه؟ الاثنين، تمام. طب نيجي للكلور، تعالى كده نشوف الكلور. الكلور عندك اللي هو سي ال 17، يلا نوزع ال 17. المستوى كي هياخد كام يا مستر؟ 2 برضه. المستوى ال هياخد كام؟ 8. المستوى ام هياخد كام؟ 2 و8 10 شيلهم من ال 17 اتفضل لي 7. السبعة دي لا فلز، يبقى لو لقيت في الاخر 5 6 7 يبقى لا فلز. اللا فلزات دي بتشحت، عايزة كام عشان تكمل نفسها؟ عايزة واحد، يبقى السبعة دي محتاجة ايه؟ الكترون واحد. خلي بالك هي دي هتفقد المغنيسيوم، هيفقد 2 الكترون، وذرة الكلور الواحدة محتاجة واحد بس، محتاجة واحد الكترون. فركز بقى كده في الاختيارات، بيقول لك تكتسب ذرة مغنيسيوم الكترونين. هي المغنيسيوم بيكتسب يا راجل، بص كده المغنيسيوم ده فلز، المغنيسيوم ده فلز، احنا قلنا الفلزات ايه؟ بتفقد مش بتكتسب، الفلزات كريم. يبقى كلمة تكتسب مغنيسيوم وتكتسب مغنيسيوم مرفوضة، كده قفل لي الاختيارين دول، يبقى الاختيارين دول مرفوضين من اولها، هلغيهم من القاموس دول. يبقى انا اختياري دلوقتي بين جيم ودال، اختياري دلوقتي بين جيم وايه ودال. تفقد المغنيسيوم الكترونين، ماشي المغنيسيوم فعلا فقد الكترونين، نكمل. بينما تفقد ذرتي كلور الكترونين، احنا هنا في جيم اسف، تفقد المغنيسيوم الكترونين ماشي، بينما تكتسب ذره كلور الكترونين. هي ذره الكلور قدامك هي اكتسبت الكترونين؟ لا، هي ذره الكلور الواحده بتكتسب الكترون واحد، يبقى دي الغلطه اللي هنا. يبقى تكتسب ذره كلور الكترونين؟ لا، هي ذره الكلور بتكتسب الكترون يا مستر، احنا مطبقينها عمل ايه؟ يبقى الكترون مش الكترونين، يبقى اذا دي مرفوضه برضو. طب تعالى نقرا الاخير، تفقد ذره المغنيسيوم الكترونين، المغنيسيوم هي بتفقد الكترونين ماشي،
بينما تكتسب ذرتي، خلي بالك من كلمة ذرتي دي، ذرتي دي يعني ذرتين اتنين مش ذرة واحدة، ذرتي كلور الكترونين. ما هي الذرة في الكلور بتكتسب الكترون، يبقى الذرتين منه يكتسبوا كام؟ الكترونين. كده مظبوط، يبقى اذا الاجابة هتبقى رقم د. طيب عندي بعد كده رقم 18، يجي يقول لك صيغة جزيء الكلور. جزيء الكلور صيغته كام؟ هو عايز جزيء، يبقى سي ال ده مش جزيء، ده اسمه ايون سالب، وده سي ال ده عنصر الكلور، وسي ال 2 ايوه هو ده جزيء الكلور، اما 2 سي ال دي ذرتين كلور. خلي بالك بقى من الاشكال بتاعته، يعني هنا الجزيء فين؟ هنا هو ده سي ال 2. خلاص. طيب عندي بعد كده رقم 19، مجموعة العناصر التي تتفاعل مع الفلزات مكونة أملاح. طالما قال لك عناصر بتتفاعل مع الفلزات وبتكون أملاح، أوتوماتيك دي مجموعة الهالوجينات. مجموعة الإيه؟ الهالوجينات. عندي بعد كده رقم 20، يجي يقول لك إذا كان مستوى الطاقة الأخير لذرة عنصر من الهالوجينات هو المستوى M. المستوى الأخير لذرة عنصر من الهالوجينات هو المستوى M. تعالى كده نطبقها عملي برضو ونشتغل. ركز معايا كده، بص معايا كده، قال لك إذا كان المستوى الاخير لذره عنصر، هو ما قالش اسم العنصر، اسميها انا اي حاجه اكس مثلا، قال لك المستوى الاخير ده اسمه ايه؟ اسمه ام. يبقى انا هرسم كم مستوى؟ كي ال ام. ماشي، بيقول لك المستوى الاخير ده هو، اذا كان المستوى الطاقه الاخير لذره عنصر من الهالوجينات هو ام، فان عدد الذر يكون كام؟ طب بما انها هالوجينات، الهالوجينات كلها بيبقى اخرها كام يا مستر؟ 7. مش الهالوجينات كلها اخرها 7؟ يبقى اوتوماتيك ال ياخد كام؟ 8. يبقى اوتوماتيك كي ياخد كام؟ 2. اجمع دول 2 و8 10 و7 17، يبقى عددك الذري اكس هيبقى 17. في وصلت جت ازاي؟ هو قال لي ام والهالوجينات اخرها كلها 7، قام لي بقى بقيه المستويات تبقى 17. في 17 ايوه يا مستر رقم جي. عندي بعد كده اي من العناصر الاتيه تعتبر صحيحه بالنسبه لعناصر الجدول الدوري. رقم 1، عناصر المجموعه 7A لها نفس الحاله الفيزيائيه. مجموعه 7A دي اللي هي مجموعه الهالوجينات كلها لها نفس الحاله الفيزيائيه؟ لا يا مستر، ازاي لها نفس الحاله الفيزيائيه؟ طب الهالوجينات دي بتبدا بالحاله الغازيه، تتدرج حالتها من الحاله الغازيه اللي هي الفلور والكلور، ثم السائلة البروم، ثم الصلبة اليود. يبقى إذا دي مش نفس الحالة، في حالة غازية سائلة صلبة، يبقى إذا أول اختيار ده مرفوض. رقم ب، عناصر الدورة التانية لها نفس الحالة الفيزيائية. الدورة اللي هي الصف الأفقي، هل عناصر الدورة بيبقى لهم نفس الحالة الفيزيائية؟ لا. إزاي لها نفس الحالة الفيزيائية؟ هي بتبدأ الأول بفلزات، وبعدين أشبه فلزات، وبعدين لا فلزات، وبعدين غازات، يبقى هنا برضو مش نفس الحالة. طب هنا رقم ج، عناصر الدورة التالتة لها نفس الحجم. الدورة برضو الصف الأفقي كده وأنا ماشي في الدورة، هل الدورة بقى لهم نفس الحجم الذري؟ لا. طب الحجم يا مستر بيبدأ كبير، وبعدين وأنا ماشي من الشمال لليمين كده يبدأ الحجم يقل 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 لغاية ما نوصل لنهاية الدورة. يبقى إذا الحجم مش مستقر في الدورة، الحجم بيقل وأنا ماشي في الدورة، يبقى إذا دي برضو مرفوض. عناصر المجموعة الصفرية لها نفس الحالة الفيزيائية؟ ما هي المجموعة الصفرية دي اللي هي مين؟ مجموعة الغازات الخام اللي أنت قلت إيه؟ غازات. يبقى اذا كلهم غازات اهي، يبقى هم لهم نفس الحاله الفيزيائيه، يبقى اذا الاجابه هتبقى رقم ايه؟ هتبقى رقم د. طيب نكمل.